بقول فاج فودة شهيد الكلمة في كتابه الحقيقة الغائبة عن الدولة العباسية اللي هي تعد أو الخلافة العباسية اللي تعد من أكثر الخلافات الإسلامية اللي كان فيها منتشر العلماء الكبار أو طلع فيها علماء الكبار المسلمين زي مثلا الشافعي وأبو وابن حنبل وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري إلى آخره من العلماء، إنه بهذا العصر تاع الخلافة أو الخلافة العباسية كان منتشر حسب كلامه هو بصفحة 109. امتلأت عاصمة الخلافة بالحانات، وانتشر شرب الخمور والغناء في مجالس راعية، ووجد الجميع مخرجا طريفا لما يفعلون، فقد اشتهر عن فقهاء الحجاز إباحة الغناء، واشتهر عن فقهاء العراق من أتباع أبي حنيفة إباحة الشراب يعني الخمر. فجمعوا بين فتوى الفريقين ولخصوا مذهبهم في قول شعري طبعا. قال: رأيي في السماع رأي الحجاز، وفي الشراب رأي أهل العراق، أو في قول ابن رومي أباح العراق النبيذ وشربه، وقال الحرمان المدامة والسكر، وقال الحجازي الشربان واحد، فحل لنا من بين قوليهما. وبعدها بقول: ولعل بعض القراء يندهشون وربما يسمعون للمرة الأولى إن أبا حنيفة قد أباح أنواعا من الخمور، هذا الحكي فعلا صحيح، بل ولعلي أصارحهم بأن فتوى أبي حنيفة قد أجابت على سؤال حائر كان يدور في داخلي، وأنا أقرأ عن الشراب المنادمة في مجالس الخلفاء، هل وصل بهم التحليل من قيود الدين والخروج على قواعد الإسلام أن يجاهروا بشرب الخمر في مجالسهم دون أدنى قدر من الحفاظ على المظاهر أمام رعية؟ والله كنت أسأل حالي هذا السؤال كمان. ولعل فيما عرضه الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام عن خلاف الفقهاء حول الخمر ورأي أبو حنيفة فيها ما يوضح الأمر للقارئ. فبيقول: ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتا، ففسروا الخمر في الآية السابقة بما يشمل جميع الأنبذة المسكرة من النبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها، وقالوا كلها تسمى خمرا وكلها محرمة. أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية بعصير العنب، مستندا إلى معنى اللغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرى، وأدى به اجتهاده إلى تحليل بعض أنواع من النبيذ كنبيذ التمر والزبيب أن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا يسكر، وكنوع يسمى الخليطين. بقول: وهو أن يأخذ قدر من التمر ومثله من الزبيب فيضعهما في إناء، ثم يصب عليهما الماء ويتركهما زمنا، وكذلك النبيذ العسل والتين. ويظهر أن الإمام أبا حنيفة في هذا كان يتبع الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود، فقد علمت من قبل أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراق، وعلمت مقدار الارتباط بين فقه أبي حنيفة وابن مسعود. ودليلنا على ذلك ما رواه الصاحب العقد عن ابن مسعود من أنه كان يرى حل النبيذ، حتى كثرت رواياته عنه وشهرت وأذيعت، واتبعوه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حججهم. فهذا الكلام فاج فودة بخصوص الخمر. نخلص المهم من كلام شهيد الكلمة فاج فودة، حسب حكيه طبعا أنا ناقل فقط، أنه بعض العلماء أباحوا الخمر كمان. طبعا أنا لا أشجع الخمر وما بحبه وما بسكر، وبحياتي ما جربته أنا وجاب، بس بقول إنه في هذا الرأي موجود عند أبو حنيفة، وبس حبيت نقول الحكي يعني، عشان كمان هذا الموضوع انا شد مخي قال شد انتباهي وانا بقرا جد بسير الخلفاء، انهم بثلاث تبعهم بسكا وكانوا تاع المسلمين، اغلبهم كان عندهم المثليه الجنسيه عادي وكذا، والعلماء المسلمين موجودين يعني، او الائمه الاربعه موجودين وساكتين يعني، فيش حتى ما تسمع بس عن ابو حنيفه انه حاب بموضوع فتنه خلق القران. طب بس الباقي شغلات تلاقيهم ساكتين ولا كلمه حاكيين، فاهم كيف؟
في الاغلب كان في عن جد هاي الاشياء اللي احنا يوم نشوفها حرام ومش صح، اغلبها في الماضي كانت مباحه وعادي وحلال زلال، ومفيش حدا بيفتح ثمه. فهو أنا الواحد لازم يفكر بينه وبين حاله وبين الاشياء بالفقه اللي وصل له بصراحه. وبس يعني